السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ماما. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عدسة بعصير برتقال والرمان. المكونات كالتالي: ربع لتر عصير البرتقال مصفي، حبه رمان، جوج معالق كبار جيلاتين، وغادي نستخدم هذا المول ديال سيليكون. وضعت الجيلاتين وخبيت عليه نصف الكميه ديال العصير وخلطته حتى ذاب، وغادي نديرو فوق النار مع التحريك الجيد حتى يذوب. خديت الرمان وضعته في المول كما كتشوفوا هنايا. بالنسبه للجيلاتين ديالي ذوبته، غادي ندير غادي ناخذ العصير اللي بقى ليا غادي نخويه في الجيلاتين. après غادي ناخذو ونخبيه في المول. بعد ما عملت المول هو هذا كما كتشوفوا. هنايا بالنسبه للجيلاتين اللي بقات عندي، خديت ديمون داغي درت حط بها المول وغادي نعمره عاد نعمرو كما درت في الشكل الاول. هنايا غادي تعمري طي عمر مزيان. كاضافه يعني انا بالنسبه ليا ما درتش سكر لا جيلاتين. بالنسبه لكم الا بغى شي واحد عنده سير حلو ممكن يضيف 50 غرام ديال السكر. هنايا غادي ندخل الديسير ديالي للثلاجة. انا غادي ندخلو غير 4 سوايع وممكن حتى تدخلو ليلة كاملة حتى يشد فراسو. ابخا غادي نديمو ليه. هذا هو الشكل النهائي للطبق بعد ما زيناه بالفواكه. كنتمنى تعجبكم الوصفة وبصحة وراحة. إذا عجبكم الفيديو ديالي ديروا جيم وديروا سابوني.